السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ ايوا، المهم البنات اليوم راني فرحانة بزاف، محتفلين بعيد الميلاد ديال البنات، وفرحانة حيت غنشارككم الحفل وغنشارككم الروتين ديالي اليومي اللي درت هذا النهار. والمهم قبل ما نبداو البنات، كنتمنى تدخلوا ديروا اللايك، ما تنساوش البنات اللايكات 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 هجوم. ايوا البنات، هانتوما معايا، مرحبا بكم معايا هنا البنات. الصباح فقت بكري مع ديك تسعد اللي بس السبت لينا ما كتقراش، كتكون عطله. المهم هبطنا انا ولينا وجيت لهنا البنات، جيت باش ناخذ الطورطات ديال عيد الميلاد، وغناخذ البنات شي حليوات هكايا للفطور. ومرحبا بكم معايا. المهم راني في الباتيسري هنا البنات كنختار، وهضرت مع مول المحل. هاد السيد هذا راه جارنا قديم، عنده الباتيسريات، عنده جوج، وعنده واحد في هاد الشارع هذا، وعنده باتيسري واحد اخر ثاني في واحد الدوره قريب المحل عندنا. المهم البنات ورعمهم نزل عندي، راه هضرت معاه كان في السده الفوق، تيوجدوا داكشي ديال الحلوى الفوق، عنده غير الاولاد اللي مقابلين هما اللي كاينين لتحت. المهم وصيتو يدير ليا واحد جوج طورطات، وقلت ليه الالوان والشكل وكلشي اللي بغيت. قال لي صافي غير كوني هانيه مع ديك الربعه د العشيه، رانا غنجيبهم لك حتى للدار. وصافي عزلت البنات الشكيلات اللي بغيت، درت وحده فورينوار، درت وحده في قلت ليه دير ليا الغوص، وقيد الولد اللي عنده باش ما ينساوش. وعزلت واحد جوج شكيلات الحلوى البنات، خديت هذوك ديال اللوز لقيتهم غاليين دايرين 2400، خديت لي صابلي، وخديت فقاسه غريبه صراحه، غريبه كتعجبني وتوحشتها وشحال هذه ما كليتها، حتى هي جابت منها هي وشويه ديال الفقاس. وصراحه راني عجزت ما وجدت لا حلوى لا والو، والله ما كان سالي، عرفتوا غير مع الغداء ومن هنا من هنا من هنا صراحه الوقت ما كاينش. وصافي البنات خديت هاد سميتو كنصور لكم، الصراحه التصوير ما جاش واضح مزيان، ما عرفتش يمكن بسبب التليفون. المهم كنوريكم غير الشكيله ديال الصابلي، عندهم غزالين الحلاوي ديال اللوز، عرفتو كيحمقوا يعني الاشكال والانواع الحلاوي ديال اللوز، عرفتو داكشي واعر. وكاينه لي صابلي عندهم، وعندهم داكشي الصراحه زوين بزاف. وحليت الثلاجه البنات، شوفوا شوفوا شنو موجد داكشي، عرفتي عنده داكشي غزال، واخا نعيا ما نصيف الطورطه ما نصيفش بحال هادشي اللي عنده، عرفتي هادو داكشي غزال وزوين والزواق والديزاين داكشي كيحمق. المهم طلع ليا من الفرق قلت له نصور، قال لي غير صوري يا اختي صوري. ايوا المهم راه صورت هادشي اللي قسم الله هادشي اللي كاين. المهم اللي غيوجد ليا البنات، انا ما عزلتش من هاد الثلاجه، عاد يوجد ليا ديالي. احنا نشوفوا كيفاش غادي يطلعوا. وصورت شويه من البعد البنات، والصباح زوين غير هو هنايا، عرفتوا المود ديال الصهد يكون في عوانهم والله الا. والمهم صافي اختاريت داك الشكيلات اللي بغيت، وجمع ليا الولد واحد الباكيه ديال فقاس وشويه غريبه، ودرت دوك لي صابلي حتى هما غير باش نفرحوا بالبنات شويه وتبان الطابله شويه عامره. وصافي والان البنات انا خرجت برا، شوفوا شوفوا الاجواء على برا كي دايره، الشارع هو الموت ديال الصهد، الحراره هاد الايامات والله الا موت الصهد. المهم هذه الاجواء البنات هنا على برا حدا الباتيسري. المحل راه عندنا هنا غير في الدور، يعني غير ندور غادي نلقاو المحل فين الخدمه ديالي قريبه عليا بزاف. وهذه الاجواء البنات هنايا، عرفتي الاجواء زوينه بزاف. وهنا البنات كنصور لكم في جنب هاد الباتيسري، كنت صاوبت البيرمي هادي شي 4 سنين فاش خديته. وصافي البنات وجيت هنا لداك سميتو ديال 5 دراهم اللي سبق لي وريتكم، جيت هنا غناخد دوك الكويسات الصغار ديال عيد الميلاد، وغناخد دوك الديكورات، وناخد شميعات وديك اللعيبه اللي تتبقى تفرقع، بغينا نشطو بغينا نديرو داك المفرقعات ونفرحو ونحسو بالفرحه ديال بصح. وصافي صار عنده دورات يعني موجودين ما نحرش فيهم، ها انتوما كلشي الشميعات الكويسات خديتهم، ما فيها ما كيسان ديال الدجاج، ومقاعد واقفه في الكوزينه غسل ما تغسل. هذوك لقيتهم عنده البكيات موجودين، ها انتم الخير عنده موجود، خديت جوج باكيات. ايوا وتحركت البنات ودزت عاوتاني لعد سميتو لعد اللي كيبيعوا داكشي ديال بيبي، وخديت هذيك اللعيبات البنات كوردون بلو دجاج مقرمش، وخديت الكفته بالعطريه، وخديت الحيبات ديال بيبي مقطعين صغار، ورجعت للدار البنات. هذا كانتاكي يعني دجاج مقرمش كيتباع هكا مصايب، وغادي نبدا نقلي فيه. هنا الزيت البنات راه عندي سخن، وغادي نحط غير هكا بشويه وغادي نقليهم، تيتباعوا هكا البنات واجدين.
فيهم لك التوابل ديالهم و ندير لهم ديك الخبز الشابليغ. ها انتم ساهلين البنات كيوجدوا بالزربه، نقليهم. وسلقت واحد شويه ديال الروز، من غنقلي هادو البنات داك الروز حتى هو غندخلو ديك المايز والمايونيز، وغتجي ليك سلطه دفخوي، ماشي دفخوي، سلطة جارديني، المهم بحال هكا تقريبا. صافي البنات ها نتوما، وهاديك اللي لعيبه البنات اللي خديت عرفتو غتنفاني دابا مع هاد التقليبه. المهم حتى يتحمروا مزيان من التحت، وغادي نقلب بهاد اللعيبه هادي. المهم البنات حتى يتحمروا مزيان من التحت، ونبدا نقلب فيهم بحال هكا. هادي بدات كتحمر شويه، هنا انا ناقصه شويه البوطه، ما بغيتش باش يتحرقوا نزرب عليهم، يعني تقلاو بشويه عليهم. هادي ثاني مره البنات كنجيب هاد الدجاج هكا مصايب مقاد، هادي ثاني مره، وصراحه كيجي ساهل، وتتباع عند دوك اللي كيبيعوا داكشي اللحم ديال البيبي، غتلقاوهم اول اللي عندهم دوك الحوانت ديال الكتبيه في المدن ديالهم. حنا ما عندناش دوك ديال اللي كيبيعوا داكشي ديال الكتبيه اللي خاص باللحم ديال البيبي، حتى هما غتلقاوهم عندهم. المهم تيجي الشكل ديالهم زوين، ها انتما دغيا تيتحمروا. صافي دابا غادي نبدا نقلب فيهم بهذه الطريقه، هذه كيجي الشكل ديالهم غزال، ها انتما بحال هكا. ودابا بديت كنحط في الطبيصلات هذيك الشلاضه اللي صايبت البنات، وغنزوق هاد لي كوكون بلون في الجناب ديال البلاصل. المهم جبت هادو، بغيت نحط في هاد الطبيصلات اللي هكا طوليين، ودرت الروز هنا نتوما شوفوا، درتو في هاد الطاسه هذه مربعه باش تجي هي هذيك مونغسيت بحال هكا، وغادي ننزل بحال هكا. ها نتوما شوفوا جا الشكل ديالها غزال. وصافي ودابا غنحط هادوك اللي قليت بهذا الشكل هذا، الخيار ما بقاش، مطيشه حتى هي ما بقاش. المهم هذا الشيء اللي موجود حاليا، غادي نضيف باني بيه وصافي، حتى الغدا ان شاء الله ونجيب مطيشه والخيار. وصافي بحال هذا الشكل هذا، وغنضيف حتى نزيد نعمر ثاني داك الطبسيل اللي ثاني اللي باقي. اليوم الحفله نديرو تقديم زوين. المهم هادشي اللي وجدت البنات، كنت باغا الصراحه ندير السفه عاوتاني ما كتبش مره اخرى، حتى هادي جات زوينه، وكيت السفه الصراحه تجي غزال السفه تتحمقني. شي نهار نبارطاجيها معكم البنات صايبه، ها انتما بحال هكا، وتنحط بحال هكا. يمكن لك ديروا الرز باش كيجي يعني لشكل دائره او لشي حاجه، المهم انا بغيتها تجيب هاد الشكل هذا. وصافي البنات راه يمكن لكم عندكم الخص تفرشوا الخص من تحت وعاد ديروا هاد اللعيبه، ولكن انا ما نكذبش عليكم عجزت، راه كاينه الخص وعجزت نجبدو ونغسل فيه وداك الشيء. مره اخرى ان شاء الله غنكتفيو غير بحال هكا البنات. المهم تما عندكم الخص وعندكم الوقيت فرشوه من التحت. المهم انا غير بغيت نوصل لكم الفكره ديال التقديم وصافي ديالي. وهكذا جا الشكيل البنات ديال الغديوه، جا الشكيل تيشهي عرفتو، جا غزال غزال بزاف، واخا ما فرشت لا خص لا والو وما ضفت لا مطيشه لا حتى حاجه، عرفتو جا الطبق غزال، وديك الكوردون بلو عرفتو جا تيحمق ولذيذ، راني خديت وحيده الصراحه عرفتي، واعر واعر غنبقى ديما ناخذو البنات. لاباس دار الأكل حلو حلو حلو، أتمنى يكون عجبتكم، كانت نادية فلوج، باي. ومن بعد البنات ما تغدينا وجبت الكوزينة وغسلت البوينات ديال الغدا،
وارتحيت وصايبت شويه ديال الماكياج وتقاديت شويه الفراتي وصايبت شعري البنات. دابا كنصور معكم كنوريكم المشتريات. المهم البنات هذه هي الحلوه اللي خديت الصباح. هذه هنا كاينه الصابلي وكاينه فقاص غريبه، انا غنفتحهم البنات معكم. وهاد العيبه هذه جبتها البنات ديال ديك كتفرقع كتبقى تخرج داكشي كتزين عيد الميلاد. المهم هي هذه البنات خديتها ب 10 دراهم. وخديت هاد الكويسات البنات كيف ما قلت لكم في ما يجبد لهم كيسان ديال الدجاج، غديروا غير هادو البنات. راه كاين الكيسان ديال الدجاج والعصير والروينه، ولكن ما عييت من غسيل الموال. المهم جبت هادو البنات، ها هما جبت الشكيل هذا في الغوز وجبت هادي في الكري. وخديت البنات هادو عاوتاني، هادو غادي نركبهم فوق الطورطه. هادشي كامل البنات ما غاليش، هادو كاملين ب 5 دراهم الحاجه هانتوما. وهذه حتى هي خديت جوج. وهاد اللعيبات هذا غير كلينيكس البنات ديال المسيح وصافي. وعجبتني هذه اللعيبه هذه حليوه، المهم بحال المملحات. المهم عجبتني خديتها. والفانيل وداكشي الحلاوه بزاف علينا، سنانها مشاو بالحلاوه والصوصه ما خديتش. وهنا راه زينت عاوتاني البلاطو الثاني، راه استفدت هذا الشيء. هانت شوفوا كي جا الشكيل ديالهم، صابليات غزالين عرفتي. تحمقني هذا الشكيل هذا اللي فيه داك اللوز ايفيلي من الفوق، جا غزال. وصافي راه انتهيت البنات. دابا هذا الشكل الاخر، هذا يمكن عاد موديل حتى هو كنلقاه دائما كيديروا النشر ديالو. هاد الحليوه هذه شوفوا كي دايره، عرفتي الشكيلات ديالو زوينين هاد الحليوات. غير بالنسبه للشكلاط كيبغيو الثلاجه، لا بقاو على برا تيذوبوا. المهم هذا هما الشكيلات البنات اللي اختاريت الصباح، هما هادو. وهذا الشكل هذا توا فيه غريبه فقاص. هاد الحليوات هي صابلي على شكل قريب. هادو هما الشكيلات البنات، نجاو هكا جوج بلاطوات. وندوز البنات باش نجيب الطورطات نوريكم عاوتاني الشكيل والديكور اللي اختاريت. وهادو البنات الطورطه ديال الحلوه، عرفت شنو والله ما بقى ما فتحتهم، بقى ما شفتش يعني كنفتح يعني معاكم مباشره. المهم انتما البنات هو هذا الشكيل ديال الحلوه ديال الطورطه. نتوما خارجه دابا من الباكيه، كنت حاطاهم في الثلاجه يعني فاش وصلهم ليا من المحل للدار نيشان دخلتهم للثلاجه حيت الحال سخون بزاف. المهم انتما البنات هذه الشكيل الاول، هانتوما شوفوا كيف جا الديكور ديالها، عرفتي كيصايبوا داك الشيء غزال. صافي غنحط البنات من هاد الطباسيل وعلى هاد الشكيل هذا. عرفتوا لينا راه مايمكنش ما تزقلش الحلوه، شوفوا ها شوف ضروري في هذاك التنباش. اه طيرت لها الجنب ديالها، هذه راه الفعيل ديال لينا حماق على الحلوه. وندوز دابا نوريكم الشكل الثاني. هذه الطاقه الثانيه حيت كندرت له الفلو ديالي وحده في الغوز وحده في فورينوار، تيعجبني الفورينوار في هذا الشكل. المهم انتم شوفوا هذا الشكل هذا الثاني، هانتوما ديك الوريضه في الغوز. هنا دار زوقها بداك الكيوي، دار له واحد جوج ديال الكيوي داك الشكلاط. المهم الديزاين عنده غسال وصافي. هادي حتى هي البنات غادي ننزلها في الطبيسيل باش نمشيو نحتفلوا. ما كرهتشكم كنتو معانا والله، مرحبا بكم. هانتوما شوفوا كيجا الشكيل ديالها غزال وصافي. دابا غنجيب البنات واحد الطباسيل وغادي نحط شويه من هاد المملحات هادو اللي جبت ونرجع معاكم. والان البنات هذه هي الطاوله اللي وجدت ديال عيد الميلاد. المهم انتم البنات قبلوا عليا، راه هادشي اللي قدرني الله نوجد. المهم جات هاد الشكيله هذا البنات، هذيك العيبه اللي لصقت جات غزال عطات الديكور. هانتوما شوفوا جات فنه، لصقت دوك الشميعات الصغار وتشوفوا هذه حتى هي، شوفوا الديكور ديالها كيجا. انا حمقني غير داك الكيوي، خاصني عا وقتاش ناكل داك الكيوي. المهم هانتوما شوفوا جا الديكور غزال وصافي البنات. وانا لي صابلي كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجابات ديالكم البنات. والله ما كرهت تكون كنتو معانا البنات وتكونوا معايا يعني في الدار وتحتفلوا معايا
ونفرح بكم كاملين كاملين كاملين، كلكم البنات بنات وولاد، مرحبا بكم كاملين عندنا. ودابا بدينا الحفله البنات، هانتوما كيف ما كتسمعوا لنا الشعار وكلشي فرحانين. وهادي هي اللبسه اللي غنلبس دابا، غنبدل عليا غنلبس هاد اللبسه هادي اللي على الشكل هكا غوز، كيعجبوني هاد لي زيستراس هادو، المهم حبيت نشارك معكم البنات. هاد الكسيوه هادي عزيزه عليا تتعجبني وخفيفه، ودابا اصلا حطها المهم غنلبس عليا البنات. وهادي هي الصنه ديال اللي لاصقت معاها، جات بحال مشات مع ديك لي زيستراس. المهم هنا البنات رحنا بزال محتفلين وغنبقاو محتفلين حتى الليل، وما كان غير النشاط والاغاني وكل شيء الصراحه داز زوين. المهم البنات شكرا بزاف للمتابعه ديالكم، وكنشكركم كاملين المتابعين واحد بواحد، شكرا بزاف للدعم ديالكم ليا. وكنبلغ سلامي للجاليه اللي خارج الوطن واللي كل اللي كيدعم قناتنا ديال فلوغ، وكنتمنى لكم كاملين السعاده. والاخواني اللي في مصر بسلم عليكم قوي قوي، وشكرا جدا للمتابعه، وربنا يخليكم لينا وما يحرمناش منكم يا اعز الاحباب، وليله سعيده، الى اللقاء.
الحبيب ديالي الغزال ديالي جيبوه ليا جيبوه ليا جيبوه ليا يخوي بالصدام وعليا وراني مريضة راني مريضة راني مريضة عليا